ادخل. اهلا. مساء الخير. اهلا اهلا مساء الخير. اتفضل. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله تمام. جاهز يا استاذ؟ استاذ ايه بقى يا كامل؟ ده انا اخوك الصغير. لا ما انت لازم تتعود على كده. احنا هنا في الشغل يعني لازم تكون مالي مركزك واخد وضعك وتنسى بقى العلاقات الشخصيه دي. تمام ماشي. فتحي. ايوه فتحي. استلم الاستاذ حمدي. تحت امرك. طب مش عارف بس انا هشتغل ايه الاول واذا كنت عارف اعمله ولا لا. هتعرف كل حاجه يا حمدي. هو انت مش خريج تجاره؟ اه مظبوط. طيب كامل بيه هيشغلك في الاداره الماليه. الحسابات يعني؟ حسابات ايه؟ احنا عندنا هنا في الشركه اسمها الاداره الماليه. ايوه ولما توريني شطارتك هخليك مدير الحسابات كمان. ايه رايك لميس؟ تعالي لي حالا. بص بقى يا سيدي، انا مش عايزك تقلق خالص، انا وكل اللي هنا هنحاول نساعدك عشان تفهم كل تفاصيل الشغل. يا مسهل. تعالي يا لميس. خد الاستاذ حمدي خليه يتعرف على رئيس القسم بتاعه ويعرفوه مكتبه كمان. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل يا استاذ حمدي. اجعل عدوك اقرب. اقرب من كده؟